تحية لكل اللي عم يسمعوا إذاعة بانوراما بهاللحظات. نحن معكم بهدى وهنا، واليوم حلقتنا بنحكي فيها عن مواضيع بتتعلق بالطب، وعنا دراسة بحثية جديدة ألقت الضوء على دور عنصر الحديد باحتمال حدوث قصور القلب المزمن لدى غالبية الناجين من النوبات القلبية. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع. خليني رحب بضيفنا استشاري وأستاذ أمراض القلب بكلية الطب الدكتور خالد النمر. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا. يا أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم. يسعد نهارك. أول شيء خلينا بس نشرح للمستمعين شو المقصود بمرض قصور القلب المزمن. مرض قصور القلب المزمن هو مرض أنه لا يتصف فيها القلب، أنه لا يقوم بوظائفه من ضخ الدم إلى باقي أعضاء الجسم. وهذا المرض قد يكون فيه ضعف في العضلة حقته، سواء في الانقباض أو في الانبساط. نعم. وهذا مرض مزمن، والمشكلة أنه يكثر كثير في العالم كله هذا المرض، بالذات في كبار السن. نعم. وله أسباب كثيرة، أسباب كثيرة مثل أمراض الشرايين، زي عدم التحكم بالضغط، زي أمراض الروماتيزم حق القلب، زي بعض الأدوية اللي تستخدم لعلاج أمراض، الأدوية العلاج الكيميائي اللي تستخدم في بعض السرطانات حفظنا الله وإياكم، تأثر على القلب فتضعفه. نعم. لكن من الأشياء الحديثة كما ذكرتي أنت أن الحديد نقصه على المدى البعيد يضعف عضلة القلب، وهذه فيها ترى دراسات قديمة، يعني من أكثر من 15 سنة، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت هذا المفهوم. نعم. أنه لا تحسب أنه فقر الدم أنك تتحمل هيموغلوبين 5 و6 و7 في بالذات في النساء لفترة طويلة أنه آمن ما في مشكلة، هذا الطبيعي. نعم. هذا ممكن يؤثر عضلة قلبك، ولذلك أنا دائما أصر وأتكلم مع النساء اللي يجون لازم الهيموغلوبين حقك يكون فوق 12، لازم. نعم. نعم. حتى لو كانت عندك مشاكل في الدورة الشهرية لازم تحلينها مع طبيبة النساء والولادة، بس ما تخلي الموضوع يستمر لأنه ممكن يأثر على عضلة القلب. ليه دكتور الحديد ليه بيأثر على القلب ووظائف القلب؟ لأن الحديد يأثر من ناحيتين. واحد، الحديد ضروري جدا لتركيب الهيموغلوبين، الهيموغلوبين نفسه اللي هو ينقل الأكسجين في الدم. نعم. الحديد مركب مهم فيه، ولذلك نقص هذا الحديد ينقص كفاءة الهيموغلوبين وما يخليه يضخ الأكسجين للأنسجة الطرفية. هذا واحد. اثنين، ان نفس الحديد يدخل في مركبات الميتوكوندريا، منتجات الطاقة. نعم. اللي هي داخل خلايا القلب، ونقص هذا الحديد يضعف عضلة القلب، يضعف الميتوكوندريا، وهذا يسبب الضعف اللي احنا نلاحظه. وفي ناس كثير، يعني انا رأيت مثلا، مو بشرط انه بس نساء، يعني رأيت مثلا الرجل ادمن على انه تعرف يسوون حجامه بكميات كبيره. نعم. ولا يتبرعوا بدمهم بكميات كبيره، وكان الدم ناقص لفتره طويله، وجدت انهم يسببون ضعف عضله القلب. وبالاضافه للناس اللي يحتاجون تكون عندهم نزيف مستمر سواء من الجهاز الهضمي او من اسباب اخرى سيوله، هؤلاء لازم انت تضع الهيموغلوبين دائما فوق 12 عندهم سواء رجال او نساء. نعم. طيب هل الحديد دكتور له دور بالأنسجة الدهنية بالقلب؟ وهل تراكم الدهون عفوا بيؤدي لخلل بوظائف القلب؟ بلا شك تراكم الدهون من مسببات ضغط القلب. بالعكس، هو رقم واحد في العالم ارتفاع الكوليسترول في الدم، هو المسبب الأول رقم واحد في العالم لجلطات القلب. نعم. فتراكم الدهون على الشرايين حقت القلب من مسببات الجلطة. نعم. الحديد في الأنسجة الداخلية الداخلية للقلب مهم جدا لوظائفها. نعم. بحيث أنه لو نقص هذا الحديد سواء من الأكل، يعني يكون مشكلة عند الشخص في استهلاك الحديد، أو مشكلة عند الشخص في فقدان الدم. نعم. اللي هو المركب اللي يحتوي على الحديد، فإذا حدث من الجهتين يصير عنده نقص حديد، وبالتالي يضعف عضلة القلب على المدى البعيد. نعم. طيب دكتور قلت لي أنه مرض قصور القلب صار منتشر وعم يكتر بالعالم ككل، شو وضعه بالمملكة العربية السعودية؟ في أرقام؟ نعم. هناك ريجستري تسجيل لمشاكل القلب
أمراض القلب اللي هو القصور الاحتقاني للقلب، وعلى مستوى المملكة وتابعها وزارة الصحة، والأرقام تتجدد باستمرار لكنه موجود ومتابع. والأرقام لأن ضعف القلب هو الطريق النهائي للناس اللي ما يتحكموا بالشرايين، ما يتحكم بالضغط، ما يتحكم بأمراض الصمامات، ينتهون إلى ضعف عضلة القلب. ولذلك يكثر كثير في العالم الناس اللي عندهم ضعف عضلة القلب، وهؤلاء يكلفون وزارات الصحة في العالم في أمريكا وكندا وبريطانيا يكلفونهم مبالغ طائلة كبيرة جدا لرعايتهم. ولذلك الدول الحديثة أصبحت تركز على ضعف عضلة القلب، ليش؟ عشان تمنع تدهور، ما يكلفهم ميزانيات كبيرة. الوقاية أرخص بكثير وأحسن من العلاج نفسه، لأن العلاج مكلف جدا. نعم نعم. طيب رح نتوقف مع الوقاية بعد شوي، بس بدي أسألك سؤال دكتور، إلى أي مدى يعني نحن بنعتقد دايما من المسلمات أنه بس تكبر إلا ما يكون عندك مشاكل بالقلب، في ناس بتنفد من هالموضوع؟ طبعا لا لا لا، ليس لزاما، ما هو لزاما أن الواحد إذا كبر أنه لازم يجي مرض في القلب. أنا نعم. الأسبوع هذا مر علي ثلاثة أشخاص، نعم. ثلاثة أشخاص أعمارهم 75 سنة ما عندهم مشاكل نهائيا في القلب. ممتاز. وبعض الناس يقول يا أخي هذول يأكلون أكل غير طبيعي، هذول ما هم عايشين معانا. لا بالضبط، شو وضعهم يعني هؤدي الناس شو اللي عم يعملوه تا يوصلوا هالعمر ما في مشاكل؟ نعم. أي من مقابلة هؤلاء المرضى اللي فوق 70-80 سنة وعندهم لياقة عالية وينجحون في الجهد، ولما تسألهم هم زي الناس العاديين يأكلوا لك العادي، لكن في حاجتين لا يتركونها. واحد أنهم دائما وأبدا ودائما وأبدا يهتمون بالرياضة. نعم. لا يتركون الرياضة، هذا عامل مشترك بينهم كلهم. الرياضة اليومية زي فرض الصلاة عندهم، يسوي رياضة يومية سواء في بيته، في النادي، في طلوع جبال، في مزرعة، المهم يسوي الرياضة اللي هو يحبها. نعم. هذا واحد. اثنين انهم يهتمون بالفحص الدوري. نعم. السر الحقيقي في طول العمر وفي الصحة هو الفحص الدوري المستمر. ليش؟ لانك تلتقط الامراض بصورة مبكرة وتعالجها قبل لا تسبب مشاكل. نعم. فلا سمح الله مثلا لو في عندنا فقر دم وفي نقص حديد نعالجه بدري قبل لا يسبب ضعف القلب، وبعدين بدل ما نعالج ضعف القلب يصير نعالج بس مرض فقر الدم. مثلا واحد عنده ضغط وما يدري، ينتظر حتى يجي نزيف براسه وبعدين يجي جلطة ما يتحرك. لا، لو يروح الفحص الدوري يكتشف الضغط، يكتشف الكوليسترول ويعالجه. ولذلك هؤلاء صحتهم كويسة. فقلت لك السر الحقيقي عند هؤلاء حاجتين، الرياضة اليومية والفحص الدوري. نعم. هذا هو السر، ولا هم يأكلوا زي أكلنا ترى. التغذية بتأثر؟ في نصائح معينة ممكن نقدمها للمستمعين فيما يتعلق بالتغذية؟ يعني الرياضة مهمة والفحص الدوري مهم، والتغذية؟ طبعا التغذية مهمة جدا. الدراسات أثبتت أن الجنك فود، المطاعم السريعة، الوجبات السريعة ولكن غير الصحي، يؤثر على صحة القلب ويزيد مرض السكري والسمنة والضغط. نعم. وأمراض القلب على المدى البعيد، سواء للأطفال، للشباب على المدى البعيد أو للرجال أو للناس البالغين. لكن نعم. الغذاء المهم اللي نحن نعرف أنه مهم، أولا الإكثار من الخضروات والفواكه. نعم. هذه ثبت علميا أنها مفيدة للقلب. ما تقول لي نوع معين من الفواكه، واحد يقول لي رمان، واحد يقول لي طماطم، واحد لا، الإكثار من الخضروات والفواكه. نعم. تقسمها على اليوم، نص برتقال الصباح، نص تفاح الظهر، نص خوخة بعد الليل، عنب، عدة حبات عنب، هكذا. نعم. تقسمها على خمسة حصص صغيرة في اليوم. الإكثار. نعم. من الخضروات والفواكه مفيد جدا للقلب. أيضا في الغذاء الابتعاد عن الملح، كل ما قللت الملح. نعم. كل ما تحسنت صحة القلب عندك. ليش؟ لأن الملح له علاقة قوية جدا بالضغط، وبالتالي يخفض الضغط على المدى البعيد. نعم. الشيء الثالث والمهم التقليل وليس الامتناع، التقليل من الدهون الحيوانية. يعني لا يصير أكلك 24 ساعة دهون حيوانية مشبعة، إلا إذا كنت نشيف تمارس الرياضة، ما عندك أمراض، كوليسترولك كويس. لا
لكن غالب الناس عندهم أمراض، عندهم سمنة، عندهم عدم رياضة، عندهم الابتعاد عن الدهون المشبعة يتحكم في حوالي 10% من الكوليسترول، وهذه نسبة مهمة. ولذلك النصيحة العامة الإقلال والامتناع عن إقلال من الدهون الحيوانية. وهذه هي النصائح العامة في الغذاء، بس الغذاء مهم جدا للصحة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور خالد النمر، حضرتك استشاري وأستاذ أمراض القلب بكلية الطب، يعطيك العافية. شكرا. يا هلا وسهلا، حياكم الله.